أهلا وسهلا فيكم متابعي الأعزاء مع وصفة جديدة. وصفة اليوم هي شاكرية باللحمة، بلحمة الغنم. كلكم تعرفوا الشاكرية ممكن تنطبخ بلحم الدجاج، ممكن تنطبخ بلحم بعظمه، بيطلع أكيد أزكى وبيطلع يعني دسم أكتر. لا أنا هون تقريبا هدول أكبر من راس العصفور، يعني مقطعين قطع مانون كبار كتير. ما رح أسلقهم بالماء مباشرة، مثل ما شفتوا بالطنجرة حطيت ملعقتين فقط من الزيت النباتي، نزلت اللحمة فوقهم، وبهاي طريقة اللحمة هيك بتاخد صدمة حرارية، بقصد يعني إنه بتكون الطنجرة والزيت حامي، وبتضل اللحمة طرية من الداخل هيك جوسي ما بتنشف. لأنه أحياناً لما نسلق وخاصة اللحم الغنم إذا ما في دهنة أو البقر بيصير ناشف هيك، يعني مثل مش شروش بقلبه. لا لما نعمله بهاي الطريقة بيضل طري وكتير ظريف. بعد مروش 3 دقايق ضفت له شي لتر من المي. هلأ لما تغلي المي منقش الزفرة، بس بتكون قليلة يعني مو مثل العادة، لأن قلينا اللحمة بالأول وبعدين منضيف البقى العطري. هون عندي كيلين من اللبن الزبادي، كيلين لبن زبادي، لبن بقري طازج فريش يعني مو تبع العلب. عم ضف لهم ملعقتين من النشا الكورن فلور وملعقة كبيرة من الملح قبل ما أخفقهم أو يعني نضربهم بالمضرب. هون شايفين هلأ بلشت تغلي المي، المرق يعني مفروض نشيل الزفرة، وكتير بتكون قليلة لأنه مثل ما قلت لكم لو حطينا لهم مي وسلقناهم كتير بتتشكل كمية كبيرة من الزفرة. بهاي الطريقة لا بتكون الكمية كتير قليلة يا دوبي. هلأ منضيف البقى العطرية، بصلة كبيرة أنا قطعتها 4 أقسام، عودين قرفة وشي 4 أوراق من الغار، وعندي شي 4-5 حبات هيل عم بفتحهم منشان نستفاد من نكهة البزر، وكمان كم عود رنفل. أما حبة اللومي رح أعمل فيها هيك كم شق منشان نستفاد من النكهة تدخل المي للداخل. نتركهم شي نص ساعة. اللحمة بهاي الحجم بهذا الحجم بدها 3/4 ساعة حتى تستوي، نحن رح نتركها نص ساعة ونشوف شو بدنا نعمل بعدها. إذا هلأ عندي كيلين لبن، ضفت لهم ملعقتين كبار من النشا ونص ملعقة كبيرة من الملح، إما بنضربهم بالهاند بلندر الميكسر أو بالمضرب اليدوي. ما في داعي نصفيهم، لأن لم مجرد أنه أول شيء القشطة أنا بنزعها دغري لما أشتري هذا اللبن فريش، بيكون على وجهه قشطة بشيلها دغري، فخلص صار اللبن مثل بعضه متجانس. ولما نضربه مثل ما نكون شايفين هاي لما أضغط عليها بتفتل كأنه مثل الخلاط، فهي هيك بيصير متجانس وما بده تصفاي ولا شيء. وفي ناس ممكن تضيف بيضة، ما في داعي إذا ضفتوا النشا. أنا بحب هذا القوام، يعني كيلين لبن بدهم ملعقتين كبار من النشا. إذا بتحبوا القوام أتقل من هيك فيكم تضيفوا 3 ملاعق من النشا دغري على اللبن مباشرة. هلأ هون عندي 3 أكواب من الرز المصري القصير، عم بغسلهم 2-3، ما بنقسى عليهم أثناء الفرك هيك منشان ما يتكسروا. فينا ننقعهم، أما أنا نقعتهم بمي عادية وضفت لهم ملعقة صغيرة من الملح، وبتركهم شي نص ساعة لحتى يجي وقت طبخ الرز. هلأ في ناس الشاكرية ما بتضيف له بصل، في ناس وعائلات كتير بيحبوا. أنا مثلا نحن عنا بالعيلة إذا ما أكتر شي بيحبوا اللبن والبصل، يعني حتى اللحمة ما كتير بيحبوها، فبضيف بصلتين كبار أو شي 3 حتى، بس هون ضفت 2 صغار وواحدة كبيرة، بقطعهم بشكل متوسط يعني مو أنصاف دوائر مثل لما نعمل مجدرة، لا رجعت كل نص دائرة قطعته بالنص وعم أعملهم أفرمهم بشكل متوسط منشان كمان يستوى وما يطولوا. هلأ إذن شوفوا كيف وين أضيفهم بأي مرحلة. هلأ منخليهم يكملوا استواء مع اللحمة، نحن هلأ اللحمة رح نخليها فقط نصف ساعة. هلأ رح نصفيها من المرق تبعها ونشيل الباقة العطرية. إذن هلأ تقريبا قلنا نص ساعة. اللحمة لما تكون بهذا الحجم 3/4 ساعة بتستوي تماما، بتكون كافية لها. نحن هلأ صار لها نص ساعة تقريبا أو نص ساعة و5 دقايق. إذن هون بصفيها وبشيل كل العود القرفة واللومي والهيل، وهلأ شايفين ما ضل مي بالأسفل. هلأ أضيف البصل، إذا بتحبوها تكون دسمة للشاكرية فيكم تضيفوا مع البصل ملعقة من السمنة. أنا رح خليها صحية وما أضيف كتير دسم.
ضفت فقط مثل ما شفتوا ملئ فنجان قهوة تقريبا من المرق من شان ما تلزق، والبصل بيطلع مي، وضفت ملعقتين صغار من الملح لأنه لسه ما ملحنا اللحمة، منغطيهم نتركهم شي 10 دقائق أو ربع ساعة. بهالوقت بدنا نشوي اللبن، منحطه على النار مع التحريك المستمر. هيك قوام اللبن، شايفين ما أحلى قوامه، وصافي وما أحلاه، هو ما متجانس، ما في أي شيء عكره. شايفين هلأ البصل واللحمة عم يستوى على جنب، لبين ما يغلي اللبن بتكون البصل يستوت، البصل اللي ضفناه، وبتكون اللحمة كمان كملت استواء. وهلأ بعد شوي بنمسك هاللبن لما يغلي، طبعا هون نقلته على العين الكبيرة من شان ما يطول كتير على العين الصغيرة حتى يغلي، من شان نختصر الوقت، وقت الوقوف جنب البوتاجاز، بس بشرط ما بنترك التحريك ابدا ابدا ابدا، بس كل شوي يعني لما منهدي ايدنا شوي حتى نشوف كانه بلش يغلي ولا لا، لانه احيانا اذا هيك لحظه لحظه ممكن يفور فجاه، فبدنا ننتبه. شايفين على اطراف الطنجره بلش يغلي، اذا هون بلش يغلي، وهلأ منشوف اللحمة، منخفف النار تحت الباب، منشوف اللحمة والبصل كيف البصل صار مستوي وتقريبا قل حجمه كتير، يعني لما يستوي البصل حتى لو كنا ضايفين كمية كبيرة بنحس كتير بيصغر حجمه. شايفين كيف صار كتير قليل، بس طعمته كتير طيبة مع اللحمة بالشاكرية. وشايفين لسه في مي رغم انه ما ضفت كتير ابدا، شيء اقل من كب جاي، شيء ملئ فنجان قهوة من المرق، بس البصل بيطلع مي. إذن هلأ بضيف اللبن، ما في خوف بقى عليه لأنه هو كان عم يغلي واللحمة كانت عم تغلي مع البصل. هلأ بضيف نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض، اللي بيحب يضيف ماجي، بودرة ماجي ممكن يضيف، أنا ما يعني بحب هيك تضل بنكهتها فقط فلفل. هون رح أضيف شوية من المرق اللي شلناه، فينا نضيفه إذا بتحبوا القوام يضل تقيل فيكم ما تضيفوا، بس خلينا نستفاد من نكهة اللحمة أكتر. إذن هون راح أضيف كبشتين على الشاكرية، وبخلي المي اللي بقيت منضيفها للرز أكيد ما راح تكفي، ومنكمل بالمي السخنة. هلأ منتركهم من دون غطاء، يعني ما منغطي الطنجرة، منتركهم 10 دقائق ياخدوا من نكهة بعض ويغلوا على العين الصغيرة مثل ما نكون شايفين حاططهم، وخليهم يستو على مهل، ما منغطيهم نهائيا، نتركهم. هلأ لما تبرد شوي الشاكرية بيتقل قوامها كمان أكتر، لسه هيك عم تغلي بتكون القوام تقيل شوي، خفي يعني مرق شوي، لا لما تبرد بتتقل بيتقل القوام. ومثل ما قلت لكم بتحبوا القوام تبع اللبن تقيل، بتضيفوا للكلايين 3 ملاعق من النشا مباشرة على اللبن. هلأ بطنجرة منضيف ملعقة من السمنة، الأرز المصري بيلبق له السمنة، رح ضيف ملعقتين فقط من الزيت النباتي معهم، الزيت بيعطي لمعة للأرز وبيخليه هيك يعني مفرفد أكتر. وبضيف كوب من الشعيرية، ومنقلب الشعيرية حتى تاخد لون ذهبي فاتح، ما بدنا إياها تغمق وتصير هيك يعني كتير غامق، يعني لونها غامق بتعطي طعم ما طيبة، إذن مننتبه عليها كتير منيح ومنقلبها لحتى تاخد هذا اللون الذهبي الفاتح. أنا غسلت الأرز، كنا ناعينه بالملح آخر شيء، غسلته مرتين لسه غير المرتين الأوليات، وحاطته هلأ بالمصفاي تبع المنخل تبع الطحين يتصفى من المي. وهلأ بدنا نقليه مع الشعيرية والسمنة شي 3 دقائق، بدنا هيك منشان تتغلف كل حبات الأرز بالسمنة، وبضيف ملعقتين صغار من الملح، وبعدين ممكن نحتاج لما نضيف المي مندوق المي تبع الأرز إذا بده لسه ملح. إذا هون منقلبهم شي 2-3 دقائق، ضروري نحمصه مع الشعيرية بيطلع أطيب وبيطلع هيك مدردر أكتر. وهلأ منضيف أول شي المرق اللي بقي، ومنكمل بالمي السخنة. الأرز المصري ما بده كتير مي،
غمرته، شايفين ما احتجت غير شي نصف كوب، غمرته فوق غمرة الرز شي سنت واحد فقط وبيكفي. هلأ منخلي على النار عادية لحتى ينخفض من دوقه، إذا بده ملح من دوق المي تبعه. ضفنا ضفت لسه نص ملعقة صغيرة، بتركه على نار عادية هاي العين الصغيرة لما ينخفض مستوى المي فوق الرز مباشرة، بنزل على أدنى درجة على العين الصغيرة مثل الشمعة، وبغطي الغطاء هيك بقطعة البشكير تبع المطبخ، وبتركن لحتى تنشف مية الرز. وهاي الطريقة بتخليه كأنه عم نسويه على البخار، هيك بضل كل حبة بحبتها. وهي طريقة كتير ظريفة لطبخ الرز المصري، بيطلع كتير ظريف. وعلى فكرة أنا بحب طعمة الأرز المصري، بحس طعمته أطيب من الأرز الحبة طويلة، وخاصة مع الشاكري كتير بيلبق فينا. هلأ أنا ما دغري يعني تركت الأرز شي نص ساعة هو والشاكرية حتى هدت الحرارة تبعتهم من شان دوقهم، فخفت الحرارة تبعهم شوي. منكبس الصحن، إذا بدنا نشكلهم على شكل صحن بصحن التقديم ضروري نكبسه مشان نقلبه بالصحن، ومنحط منضيف الشاكرية جنبهم. وهي الشاكرية تبعتنا صارت جاهزة، شاكرية باللحمة، أكل كتير سهلة. يعني قد ما هي طيبة ولذيذة فعلا هي كتير سهلة، أنا بعتبرها من أسهل، يعني بفرح هيك لما بدي أطبخ شاكرية بحسها أنه أسهل أكلة فعلا، ما بدها ما فيها أهل عذاب أبدا أبدا. وأكلي رائعة جدا، بنعملها كتير بشهر رمضان المبارك، بالأعياد خاصة أول يوم بالعيد بتذكر دائما بعد رمضان بنعملها، بنعملها بالعزائم والمناسبات، وبتبيض الوجه، هي بيضة وبتبيض الوجه ولذيذة كتير كتير وشهية. يعني بالسواء كانت حتى بلحم الدجاج طيبة، وبلحم بعظمه لسه أطيب وأطيب. بس إذا في أطفال دائما نحاول نعملها باللحمة، هاي القطع ما تكون كتير كبيرة أسهل بتصير أكلها. وشايفين هيك الأرز ما أحلاه، عم قرب الملعقة فرشيكم كيف الأرز ما أحلاه، رغم أنه هذا الأرز المصري القصير، بس فعلا يعني كتير ناس بتشكي أنه منه ما بتطلع هيك ملزق وهيك، لا كتير بيطلع ناجح وما بيعذب أبدا أبدا بهاي الطريقة. بتمنى تكون وصفة اليوم نالت إعجابكم أعزائي، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.